كيفك يا صفية؟ شو عم تعمل هون؟ عادي عادي لا تخافي. شو بدك مني؟ اشتقت لك كثير عادي. اطلع قبل ما تشوفك يامو. ماشي طالع، بس بدي احكي معك بعدين ولحالنا. اطلع من هون والا. ماشي ماشي طالع. صباح على خير صفية. أمي فخري فات لعندك على الأوضة شي؟ لا يا مولا. رتبتي المطبخ؟ ايه. قومي اجلي الفناجين. يلا قومي يا حبيبتي. يلا تقبريني. ابني ماله بهالوارد. شو بده يكون بينه وبين عزام؟ شو نسيت انه عزام كان مناسبنا؟ لا بالله ما نسيت. بس ولادك ليه سوابق مع محجوب يا ابو رمزي؟ تريد ذكرك بيها ان نفعت الذكرى؟ هلا شو بدي بهالحكي؟ ابني بده يطلع ولما تثبت عليه التهمه ساعتها روحوا شحطوا. ابنك يظل هين يومين ثلاث لما يخلص التحقيق. وش كان قلت لك معي هدول؟ شو بتقول؟ هي زين حيل نشطب اسمه من التحقيق بعون الله. وهو المطلوب ممكن اخذه معي؟ والله يا ابو رمزي بعرف سيدي باري مشان التحقيق بقتل عزام الله يرحمه. زين وشفت حدا غريب دخل الحارة وطلع منها يوم الحادثة؟ سيدي أنا حكيت لأبو عزام إنه لما انقطعت الكهرباء ما مرق جنس مخلوق من قدامي، شنو الوقت كان متأخر. زين زين يوم انقطعت الكهرباء بالتعليلة أنت متوكد ما بي أي أحد دخل وطلع؟ شباب الحارة سيدي، بس الحركة كانت طبيعية كتير. بعدين الحارة إلها مداخل كتيرة وأنا ما بقعد غير على المدخل الرئيسي. وش تقصد بمداخلها الكثيرة؟ سلامة فهمك سيدي، يلي بده يعمل هيك عملة بده ياخذ احتياطاته، يعني بإمكانه يدخل على الحارة من أي مدخل ضيق، مو ضروري من قدامي يدخل. زين زين الحزروح ولما نريدك هدز وراك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمسم احترام. في عندنا شغل كثير هاليومين الثلاث، اريدك تداوم يمي بالنهار وبالليل يما ابو منشار. تؤمر سيدي. سمسومه بيعجبك وعلى كيف كيوفه. يا ونة ونيتها قبل ما اصير وقبل ابوي ما يناسب خوالي، أنا ورحمة جدي جينا مساير خطافة لأبوي من عند خوالي. الكركون ما راح يترك حدا من شره يا أبو صياح، كله بده ينجر على التحقيق. لك شو المصيبة هي؟ كمان فول موتي عصة القبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يا أبو صياح مو طالع بإيدنا شيء. بالحارة ما راح يلاقوا القاتل. ليش لكان عم يكركبوا هالناس وياخذوها يشحطوها على الكركون؟ أنا بعرف. ها؟ شرف. هاي سمسم افندي. شو قصدك يا ابو صياح؟ ولا شيء سلامتك. بسيطة بسيطة، جايك الدور يا ابو صياح. يا شرف معنا سيد بسام، عاوزينك عندنا بالكراكون. لك شو بكم منه لابني؟ ليش شو عامل انا؟ ما دخلني. ايه شرف هلا هونيك قول ما دخلني. لك يا سمسم ابني ما دخلوا بشيء، شو بكم منه؟ ابو بسام اسكت قبل ما لحق بابنك.
والله والله لا تتمنوا الموت وما تلاقوا يا اهل حاره الصالحيه. شو هالحكي؟ بالله على كيفها. شحطوه. لحظه، بعرف الطريق لحالي، بعد لي شري. راجع لك يا بي. الله معك يا بي. لك العمى، شو هالقصه بصياح؟ شحطوه. شحطوه. يا الله، معقول يجيك الدور يا ابن احلي؟ عم يشحطوا كل الابضايات وكل الزلم من الحاره، هلا بيشحطوا كلهم. تبعي شو عندك؟ والله مو لاقيهم في العالم. ثم باعوا بالعزا. عابدين! لك يا عابدين! أهلين بكري. هات ولي البشارة. أشوفي؟ لقيت لك حوش رخيص وصغير. أشو هالحكي؟ وين هذا البيت؟ لك أنت الله بحبك، بالصدفة عم بيسأل واحد على حوش، قال لي عندي حوش ململم على قدك وقد مصرياتك. يلا معناها خلينا نروح نشوفه. لك يلا طمعي. يلا. سيدي سيدي، جبت لك أخبار مهمة بدي لك إياها سيدي. عم اسمع. قول. عرف مكان الضابط وهو موجود عنا بالحاره. برافو ابن الكاشي، برافو. انت متاكد؟ ايه سيدي، ايه متاكد متاكد سيدي متاكد. يعني شفته بعيونك؟ ايه سيدي، انا شفته بعيوني سيدي. انا لما كنت بالعزا عند بيت ابو عزام فات الضابط مغطي وشه مشان ما حدا يعرفه. ايه بعد ما قام الواجب سيدي انا لحقته بعد ما طلع وعرفت ليه ساكن. أبو عزام، ما نعرف مين قتل ابنه. لا سيدي، لا 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 ما نعرف غريمه، ما نعرف سيدي. إيه سيدي أخذوا لي ابني على الكركون ولهلا ما طلع سيدي. بعدين يعني عم مش حاطوا كل واحد عم يشك فيه على الكركون. ما في مشكلة، بيطلع. أنا كنت ساعدته، بس يعني ما بدي حدا يشك فيك. طيب سيدي، طيب مثل ما بدكم سيدي. أنا هلأ شو المطلوب مني؟ المطلوب منك إنك تدلنا على البيت وتراقب لي تحركاته ومع مين بيقعد من رجال الحارة. إيه حاضر سيدي، حاضر. بس سيدي يعني أنتوا وعدتوني بالمكافأة سيدي. يعني بتبقى بتجي لعندي لهون على المكتب بتاخد مكافأتك، بس لما أمسكه. إيه شو علي سيدي؟ شو علي سيدي؟ روح. حاضر. تحرك. ثابت بكبي، ثابت بكبي من العبي. والله يا جهي لو تشوفي جماعتك كيف فاتين عم يقشوا شباب ويجوا الحارة على ابو موسى. هم ضبيت عدة فلافة واقصوا على الدخية يا بنت. ايه ما قصرت. قربوا ناحك شيء؟ شو قربوا ناحي؟ لو قربوا ناحي كنت شفتيني قاعد معك هلا. اي لا تخاف، ما راح يقربوا عليك اصلا. وليش ما يقربوا ناحي بعدي؟ ما بعبي عين يعني؟ اول شيء انت شكلك مو رجال تشيل فرد وتقوس. تاني شغلة مبين عليك خروق وما خرجك شيء. مأموية؟ مأموية مبين على وشي اني ماني رجال؟ شبك ابو نحلة؟ انت ما بتطلع لحالك بالمراية؟ ايه مو باين عليك رجال. يعني رجال ما بطلع على المراية، وانا رجال قسم من عندك وماني خروق وبيطلع لي واعمل كل شغلات. ابو نحلة! ايه الضبضب. حاضر. أدريه؟ وين مخبية المراية؟